هاي، مغارة جيتا الموجودة بوادي نهر الكلب هي مغارة طبيعية مؤلفة من صواعد وهوابط وأعمدة كلسية تشكلت بسبب العوامل الطبيعية. تتألف مغارة جيتا من جزئين علوي وسفلي. تم اكتشاف المغارة العليا سنة 1958 وتم تأهيلها للزيارة وافتتاحها سنة 1969. أما المغارة السفلى فاكتشفها الأمريكي ويليام تومسون بالقرن التاسع عشر. اليوم بيقدر الزائر يتعرف على المغارة من خلال عبور 600 متر، ولكن المغارة السفلى بيبلغ طولها الفعلي 6910 متر، وهيدي بس المسافة يلي تم اكتشافها لليوم. مين قال إنه في إجراءات عديدة للمحافظة على المغارة، منها نظام إضاءة خاص، منع إدخال المأكولات والمشروبات، ومنع التقاط الصور مع فلاش؟ أنا قال، بشوفكم بكره.